أبدا، وإنما أضعناه من حيث المنظور، لأن الكتاب الذي أنزله الله على الأمة ينقسم إلى قسمين: كتاب مستور وهو التعبد واللي احنا فالحين فيه زيادة، وكتاب منظور وهو التعامل بيننا وبينه من البعد كما بين السماء والأرض. لأننا نحن ما أخذنا من المستور إلا التدين، وتركنا المنظور الذي يعني الدين، والله تعالى أنزل علينا الدين والتدين. الدين هو المعاملات، يشكل أكثر من 90% من هذا الإسلام، والتدين 1%، الصلاة والحج والصيام هذا تدين. ولا تفلح أمة إن تدينت وتركت دينها، فكل متدين، كل صاحب دين متدين، وليس كل متدين صاحب دين. فإذا قلت فلان على دين وخلق، بمعنى أنه يطبق الدين في حياته. أما إذا قلت فلان يصلي فروضة، يصوم ويحج، هذا متدين، لكن قد يكون نصاب وكذاب وقص على ذلك. وهذا الذي نعاني به نحن اليوم. يأتيك الرجل ملكا في مظهره، شيطانا في مقبره. أبو بكر في المسجد، أبو لهب في المكتب، هو هذا الموجود. ليش؟ لأنه أخذ التدين وترك الدين. المسلمون في القرون الوسطى إلى إسبانيا إلى الأندلس عملوا بالقرآن المنظور، فبنوا الأندلس وغزوا أوروبا وحكموا الأرض من أسوار الصين لأدغال أفريقيا، لأنهم عملوا بالقرآن المنظور. ونحن لما حصرنا القرآن في المسطور في التدين، الحرم اليوم 5 مليون، التراويح احنا اكثر من الصحابة علما وقراءة واستسبيحا، نحن اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا غثاء كغثاء السيل، لأننا نعلم الكثير وخالين من العمل، ما في عمل ابدا، اقوالنا خالية من الأعمال، من الصدق والأمانة. صكوك الغفران التي أعطاها الإسلام قبل المسيحية، اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ما فيها صلاة، ما فيها حج، ما فيها، قال اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، مش موجودة هذه في التدين. وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم. إحنا لبعدنا من لغة العرب إيش فاهمين من غضوا أبصاركم؟ بس على النساء احنا مشكلتنا هذه. لا، غضوا من غضوا ابصاركم عن اموال الناس، من فين هذا، من فين جاب ذي هذا، وكان يقصد النساء، قال غضوا من ابصاركم، فهي شامله، غضوا ابصاركم. ويشهد لهذا قوله تعالى في سوره طه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، اي لا تنظر الى من اعطي الكمال مع الاضافه، لا تمدن عينيك الى ما الازواج هنا بمعنى الكماليات مع الاضافه مع الضروري. إذن غضوا واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تدخلك الجنة بالتأكيد. بينما لو مت شهيدا، النبي يقول رب شهيد الله أعلم بنيته، لو كنت ساجدا الله لكن إلا هذه الست فهي تؤكد لك دخول الجنة بأمر الله تعالى، لأن النبي بنفسه ضمن لك الجنة. يا جماعة، الأعمال المتعدية التي يرفع الله بها أقواما ويضع آخرين تركناها، والأعمال اللازمة التي هي بينك وبين ربك نجتهد فيها وما استفدنا منها شيء. لما؟ لأن لو كانت مستقيمة لاستقام العمل، لكان العمل مستقيم. وحالتنا وأنتم تعلمون يعني تبكي اليوم، حالة المسلمين اليوم تبكي، ننتظر من تنتظر من يغيثك من الغير، الإغاثة تجيك من جهة ثانية. حتى لو وقع شيء لأمة إسلامية يقول الناس ما فعلت الدولة الفلانية، ما تكلمت، ما تحركت، وانتم فين موجودين؟ لماذا ننتظر الغير؟ لما؟ لأنهم حكموا القرآن المنظور فحكموا الأرض، ونحن حكمنا القرآن المسطور فتخلفنا. لا نعرف عن القرآن إلا التعبد، إذا مات الميت نقرأ قرآنها بالثواب للميت، أو يلا للحج، أو في رمضان كم ختمت؟ والله ختمت مرتين. ممتاز، ما كأنك وصلت فين؟ يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما قال لي أحفظ الناس القرآن. المسابقات في القرآن من أسباب تخلفنا، علينا أن تكون المسابقات في فهم القرآن لا في حفظ القرآن.
يا جماعة نبغي واحد يحفظ القرآن وبعدين إيش حصل؟ نحن نحفظ القرآن من مئات السنين. العمل بالقرآن رب العالمين لما جاء للتنزيل قال فاقرأوا ما تيسر، لما جاء لفهمه الذي يعطي النتيجة قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا جماعة فإن الأمة اليوم تفتقر إلى التدبر، مسابقات في فهم القرآن وتدبره. وهذا الذي جعل الغرب استيقظوا لما نمنا وبلغوا الفضاء لما قمنا، عندهم عدل بدون دين بدون تدين، نحن عندنا تدين بدون عدل، ما في شيء.